بعد قرون من التيه والعزلة والانقراض، وعصور من الحرمان والتخلف والبؤس، وأزمنة من الظلم والجهل والاستبداد، تثور الأرض وتعلن ميلاد اليمن الجمهوري. ما هو سلاح الثورة الذي راهنت عليه الجمهورية؟ ولماذا كان التعليم هو الميدان الأبرز للتغيير الجمهوري؟ وكيف أعاد الطابور المدرسي هندسة السلم المجتمعي الذي صنعه الهواشم والأشراف في شمال اليمن وجنوبه؟ لماذا ظلت الأمية مقترنة بتمدد الإمامة، وانتشار التعليم مرتبط بانحسارها وانكسارها؟ ثورة الطابور الصباحي، فيلم وثائقي تشاهدونه على شاشة ومنصات يمن شباب، الأربعاء 8:05، ويعاد في الأوقات التالية.